السوداني وجه البنك المركزي بتعويض المواطنين والشركات الذين يشترون الدولار بسعر غير رسمي من خلال استقطاع الفارق المالي كما تعلم من الجهات التي قامت ببيع الدولار. هل يسهم هكذا إجراء في السيطرة على الأقل على هذه الأزمة في الوقت الحالي؟ وحقيقة البنك المركزي منذ ما يقارب الشهر ويعرف كل زين صار اكو ما يقارب 4 مصارف تعود للمستثمرين اجانب، هي مصارف عراقية لكن مستثمرين اجانب. هؤلاء يسيطرون على نسبة 70-80% من الحوالات. وبقية المصارف ال 34 كانن كلهن ب 20%. فلذلك قال لك ذني 14 مصرف اللي طلعوا نسبة 8% نسبة حوالاتهم. صحيح، واللي بقوا اللي هم تقريبا 16 مصرف نسبتهم 12%، وذني 4 مصارف المستثمرين الاجانب ان 4% هن 80% تقريبا. نعم هذه الحسبه الان صحيحه. فالبنك المركزي يعرف، وحقيقه وصلت له اخبار واحنا من احنا يتصلون بنا بعض التجار يبلغونه انه بعض هذه المصارف من قاعد تروح عليه. يقول لك انا اكو اعمام، انا مستغرب من البنك المركزي ليش ما يجاوب. شنو ب 25/4 اكو اعمام تصعيب الحسابات، يعني الحسابات القديمه فقط، الجديده الا بتدقيقات. فيقول لك هاي المصارف تقول لك انا ورا 25/4 اجراءاتي اختلفت فما افتح لك حساب بسهوله. شنو رايك بعض المصارف حضرتك يردون انه على 137؟ فهذا الموضوع حقيقه موجود بالسوق العراقي ومعروف ان اكو مصارف تقول لك اعطيني فرق 5000 دينار وانا 32 ودي 137. فالبنك المركزي سوى اعمام قال بلغوا عن هذه المصارف وانا اتعهد لكم اقتطع من حساباتهم واعطيكم الفرق، بس انت سبع روح بلغ وشوف هذه المصارف تطلعك من التعامل وروح انتظر في مصارف 25 و30 يوم. فحقيقه احنا في وضع مأساوي، يعني في النظام المصرفي في وضع مأساوي الان. ندعو الحكومه الى بذل كافه الجهود الى اعاده التفاوض، العوده الى المربع الاول، حتى في موضوع التجاره مع ايران وسوريا وغيرها. التراجع الآن حقيقة وعدم الضخ بالبلاد نحو أزمات ومشاكل مع أمريكا هو عين الصواب. لا تروحون بمشاكل صعبة بعدين تعوضوها. تراجعوا خطوة للوراء، شوفوا الأمريكان ايش يردون هالفترة، نزلوا الموجة، نزلوها فتسنة لحد ما شوية تمشي الأمور. خلونا ملف مصداقية مع الجهات الدولية المالية أحسن ما بعدين حقيقة يعني ما تحمد عقباها هذه المواضيع، وهذا مجتمع دولي.